إلى الدرس 18 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين فقط. كلمة اليوم action action action، هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. قبل البدء get ready get ready، استعد. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، حضر الكراس. a pencil، قلم. just 2 minutes، فقط دقيقتين. and say after me 5 times loudly، كرر خلفي 5 مرات بصوت مرتفع حتى تحفظ اللفظ الصحيح وتتقن المحادثة. كلمة action تأتي بعدة معاني، عمل، تصرف، سلوك، وتأتي بمعنى معركة أو نشاط وتأثير أو أداء. سوف نأخذ أمثلة الآن. قبل البدء اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك وفعل زر الجرس لتصلك جميع الدروس، وأيضا ستجد الرابط للسلسلة كاملة في مربع الوصف. المثال الأول: an action for damage، an action for damage، an action for damage، an action for damage. سترى الترجمة في الأسفل. an action for damage. the precise mechanism، the precise mechanism، الآلية الدقيقة للأعمال. for the biological، biological، البيولوجية للأعمال البيولوجية. actions طبعا الأعمال البيولوجية. biological actions الأعمال البيولوجية. of this plant لهذا النبات. of this plant لهذا النبات is not fully understood، ليست مفهومة تماما. هذا المثال لكلمة actions. الآن المرادفات: action تأتي بمعنى أيضا work، work عمل. behavior 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 سلوك أو تصرف. activity activity activity. representative representative أيضا تأتي مرادفة لكلمة action. أما أهم العبارات كما ورد لدينا سابقا: the biological actions الإجراءات العضوية أو البيولوجية. with non-stop action with non-stop action. military action military action. smooth action smooth action. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. احفظوا جميع العبارات بشكل جيد وكرروا اللفظ الصحيح واكتبوا أيضا الكلمات الجديدة واستمروا معنا في هذا الكورس. ستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو للسلسلة كاملة. أيضا اضغط إعجاب ومشاركة لجميع أصدقائك. شكرا لك.